هيوصل. لكن سؤال يعني ليك انت بالذات، ما اتضايقتش في يوم من الايام ان الكلام ده ممكن يتقال عليك او تسمعه حتى من بره كده؟ بصراحه لا عادي خلاص، انت بتبقى انت وانت صغير ممكن تشك ما بينك وبين نفسك ان انا هل ممكن فعلا انا مثلا مش كويس او كده. بعد كده لما الواحد بيبدا يكبر ويبدا يوصل يعني زي ما بقول لك كده في حاجات معينه لما بتبدا تحقق في حياتك خلاص بقى انت بقيت عارف الحمد لله، لا انا باسمي وبدراعي ان شاء الله هقدر ابقى اكبر حاجه ممكن اوصل لها يعني.